السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط، عندي كتاب الملون صفحة 48. Unit 5 Lesson 7 Things to do in Iraq، أشياء أنت تفعلها في العراق. هاي بعدين نسأل هذا السؤال ونجاوبه. Listen and read، اصغي واقرأ. Then answer the question، وجاوب على هذه الأسئلة. We all love to travel، يقول لك هذا ونحن جميعا نحب أن نسافر. نحن جميعا نحب أن نسافر. Experience new things and see new places، يعني ونرى أماكن، نرى أماكن جديدة، ونرى أماكن جديدة. When we travel، ونحن ونرى أماكن جديدة، و يعني نقول إن شلون نقول نجرب أشياء جديدة. نعم. We learn so much about وعندما نحن نسافر نتعلم الكثير من الكثير من الحضارة، history، التاريخ، food، الطعام، and so much more، أو الكثير الكثير. But we don't need to get on a plane to do this. لكن نحن لا نحتاج إلى أن نصعد طيارة أو نفعلها. Our own country is full of incredible. يعني يقول لك مليء، قطرنا مليء بالأشياء الهائلة، بالأشياء الهائلة. Things to do, places to see, and of course things to eat. الأشياء الهائلة، أماكن أن تراها، وبالطبع أشياء أن تأكلها. Have you visited the house marshes؟ يعني يقول لك هل أنت قادر على الأهوار، أهوار الحويزة، حويزة مارشز، حويزة مارشز يعني أهوار الحويزة. يقول لك these beautiful marshes are important for the wild world، تلك الأهوار الجميلة مهمة لكل العالم. Birds، الطيور، such are eagles، الطيور مثل النسور، fly high، تطير، تطير عالي. Looking for food above، تطير عالي في الأعلى. Looking، تبحث، for food، تبحث عن الطعام. And the marshes are full of insects، وهي مليئة بالحشرات. وعلى and on the water، على الماء. There are many different kinds of duck، وهنالك أنواع عديدة مختلفة مثل البط. Duck يعني البط. زين، هسه نجي على have you eaten، مسقوف. هل أنت أكلت المسقوف؟ The fish is prepared، barbecued، يعني يشوون، يشوي. On the side of the fire، على النار. Then carved in smoke،
بافرجنت اند ليمون ايام، يعني يقول لك سماق ودبس الرمان وليمون ايام، يعني لذيذ. Have you seen the innocent city of هتر؟ هل أنت قد رأيت المدينة القديمة الحضر؟ This beautiful city is more than 2000 years old history everywhere in هتر. يقول لك the beautiful، يقول لك هذا ال هذه المدينة جميلة أكثر من 2000 عام. التاريخ ستوري، التاريخ في كل مكان، is everywhere in Hatter، في الحضر. Archaeologists يعني يقول لك علماء الآثار are still digging for more ancient object today. أي علماء الآثار يحفرون الأشياء الأثرية القديمة. Have you heard about the Baghdad Battery؟ هل أنت قد سمعت عن بطارية بغداد؟ Did people use electricity 2000 years ago؟ أقول لك هل الناس استخدموا الكهرباء قبل 2000 عام؟ Who know؟ من يعرف؟ These batteries are around 2200 years old. لا أحد يعرف إذا هم حقا الباتريز. Really are batteries. However، مع ذلك، when you fill them with a finger، يقول لك عندما أنت تملئهم بالخل، they can produce، هن ينتجن الكهرباء. زين، هنا عندنا نسأل، يقول what animals can you see in the هوازا marshes؟ ما هي الحيوانات التي يمكنك أن تراها في هور الهوازة؟ عندنا النسور اللي هي أجلز، وإنسيت الحشرات، and many different kinds of والأنواع مختلفة من البط. هنا همات نقول what are some other things to see and do in Iraq؟ شنو هي الأماكن اللي تشاهدها؟ ما هي بعض الأشياء الأخرى التي يمكن أن تراها في العراق؟ أنا كتبت اشتارغوت، بوابة اشتار.